في الاول ما كناش معتمدين عليهم. تنظيم الدوله ما قدرش لفتره طويله اغلب الاوضاع تمالها انتخابات انتخابات انتخابات. هو اللي يخبر في الشباب، الشباب يبدو متقدمين، هو ينتخب من احد المحاور يخبر في الشباب، الشباب يلقى ارواحهم لدين في راس حربه في المقدمه، المحاور اللي على اليمين وعلى اليسار اللي تنظيم الدوله انتخبوا منهم. إن احنا من اول ما نشهدين عليهم طيب رقم الاستقرار عباره عن فزاعه لكونا وضرونا اكثر من نفعونا، ما هم قدموا لناش اي فائده. كل ما نحن نطلع ونقنعوا العالم ان احنا ثوار والناس خلاص تقتنع ان اللي قاعدين يقاتلوا جوا مجلس شورى ثوار بنغازي يطلعوا لك بإنذار، مره يطلعوا لك من قدام المينا، مره يطلعوا لك من محور النوران، يعني كان الهدف نتاعهم الاساسي هم ضرب قوه الثوار تشويه الثوار، ان اللي قاتلوا داخل مدينه بنغازي رام تنظيم دوله، هذه كانت وظيفه تنظيم الدوله داخل مدينه بنغازي. طيب انهم يشوهوا الثوار لا اكثر ولا اقل. نعم.